السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ فكرة كيف نتعامل مع الـ request مع الـ URL الـ library الـ standards اللي موجود في أو اللي موجود في Python 3 أو Python بشكل عام. حتى نتعامل مع هذا الـ library حنعمل from URL library dot request import URL open URL open URL open حنعمل مثلا res دلالة على response لل URL open في داخلها تكتب الموقع فليكن www.google أو كي رح نستخدم جوجل فيسبوك كما إذا نستخدمنا redhat.com حنعمل print لمن للرس نعمل right click run جميل في عدنا error هنا unknown url okay URL open يحتاج إلى HTTP I think هم S إذا أنا ما خطأت فقط خلنا نتأكد مرة أخرى ما نخسر شيء يعني إذا كتبنا redhat.com redhat.com I think redhat أيضا تستخدم الـ HTTPS the world's open source leader طبعا هو الليدر للopen source في العالم موقعهم جميل جدا بس ليس HTTPS غريب جدا airline version on Red Hat wonderful اوكي نرجع مرة اخرى نريد احنا ندخل في موقع Red Hat ونبحث بها في عند دورة خاصة ان شاء الله على سنة 2016 جميل جدا اذا هما HTTP ليس HTTPS نعمل right click run ننتظر شوي نلاحظ انه ال HTTP client response ل HTTP object لهذا ما هذا طبعا هذا الشيء انت راح تجهل انه كيف استخدمه وشو هذا وكيف هتعمل لك مشاكل خلينا نعمل res 1 يساوي لنا res 1 حيساوي لنا res الأولاني يعني dot read line sorry read line I think بهذا الشكل الميثود لو عملنا print للres1 خلنا نشوف النتيجة run okay هذا الدوكيومنت هذا الهيدر طبعا الفكرة من عنده انه يقرأ لك الهيدر فالهيدر اللي موجود في Red Hat باين عليه HTML5 خلونا نعمل inspect element ونلاحظ الانسبكتور اوكي لاحظ الهيد عندك doc type HTML اذا احنا ممكن نقرأ ال HTML لو ذهبنا على موقع Debian capital debian.org I think على ما أظن Debian نعم debian.org خلنا نشوف موقع Debian أوكي Debian الهيدر عندك مختلف لا زالهم يستخدمون الفيرجن القديم عجيبة من نسخة Debian ما أعرف ليش ما هي يعملون أبديت أو فت شيء يعني ليسوا مع التطوير خلنا نشوف موقع Debian إذا كان يدعم هذا الشيء مفروض ما يظهر عندنا doc HTML doc type لأن هما ما يستخدمون HTML 5 وما بعدهم على HTML القديم جدا فبهالحالة نلاحظ أنه بيظهر لنا الهيدر بالكامل wonderful إذا ممكن نستفاد من ال URL lib request URL open الفكرة من عنده أنه إحنا كيف نسترد الهيدر من الموقع هذا الفانكشن الفكرة من عنده أنه يبعث request ويستلم الريسبونس الاستجابة للريسورس اللي هو الادرس اللي احنا وضعناها في هذه الحالة حيستلم لك البيج على شكل HTML ويطبع لك اياها في البداية على شكل HTML
So عدنا time 5 minutes. زين إذا إحنا طلبنا مثلاً for example أو خلونا نوقف هنا، خليكم دورة يعني درس قصير ونكمل وياكم درس القادم. مع السلامة.